واش عيب نظام وحده المدينه جاب واحد النظام تاع المقاطعات وحنا الان تنتواجدوا في مقاطعه الحي الحسني، واش تشوف ان النظام تاع وحده المدينه خدم هذه المقاطعات؟ وطبعا النظام في واحد الاستراتيجيه اللي مبنيه على السياسه، بمعنى تعطى إعادة السياسة هي النوبل، هي الأخلاق، هي الالتزام، هي تقبل بأن المحاسبة، إذا رد الاعتبار، إذا هذه الاستراتيجية ديال وحدة المدينة يمكن أن تخدم هذه، ما يمكنلكش تشوف مدينة موحدة بدون رؤية شاملة للدار البيضاء، إذا هذه قناعة غادي يكون على حسب العقلية اللي سائدة دابا الانتخابات المحلية مرتبطة بالأشخاص، ولكن خص الدولة بشكل مسؤول ترد الاعتبار للعمل السياسي بالمحاسبة وإعطاء المبادرات للسياسة، ماشي تبخيس كل ما هو مرتبط بالسياسة وتحريك الصناديق السوداء والحكومة ديال الضيل. إذا اللي كيتنتخب خصو يتحاسب وهو اللي ياخذ زمام الأمور في المبادرة. مقاطعة الحي الحسني، مقاطعة المحيط على مستوى مدينة الدار البيضاء، هاد التجربة تاع 7 شهور تنشر على انتخاب تاع رئيس المقاطعة الحي الحسني، كيفاش تشوفوا أنتم؟ هاد التجربة بالنسبة لنا منذ الوهلة الأولى انحازنا المعارضة بشكل علني. لماذا؟ لأن الانتخابات بين قوسين عندناها لا تحفظ على المستوى المحلي، ولكن احترمناها، بمعنى اللي عنده الأغلبية يشكل الأغلبية. بالنسبة لنا انحازنا نكونوا نلعبوا دور المعارضة البناءة، لأننا نحب هذا الوطن وما يمكننا غير نكونوا إيجابيين كل ما هو إيجابي، وقلنا الرئيس والأغلبية بشكل مسؤول كل ما هو يخدم مصلحة السكان سنصفق له، وبالنسبة لنا دورنا سنقوي المراقبة الشعبية من داخل المجالس المنتخبة. بالنسبة لك شنو الأولويات اللي خصك تنكب عليها داخل المقاطعة تاع الحي الحسني؟ بالنسبة لوجهة نظر تاع الشراكة الموحد. وجهة نظر الشراكة الموحد، ما يمكنناش المشكل ديال مقاطعة الحي الحسني فيها جانب ديال البدو والجانب ديال التمدن. كازا أونفا كاين احياء راقيه، ولكن باقي عندنا على الاقل 7 دواوير، وكاين بنيه هشه، اذا لا توازن. اذا خصنا نلعبوا، اذا يجب التفكير في المشاريع الكبرى. سي محمد، اذا يجب الاهتمام دراسه ملفات عميقة باش يمكننا نترافعوا عليها في الجهة باش يمكننا نجيبوا استثمارات للحي الحسني. وآخر تصميم التهيئة، غير إشارة بسيطة، لاحظوا معي بأن ولو باركينج واحد كاين، تم اتفاق في المراهنة على 20 باركين ولو واحد، بمعنى التنظيم ديال المقاطعة منعدم، لأن تفتح كازا أونفا وبالنسبه غيوقع البلوكاج في لا سيركولاسيون. هذا كيقول لك بان كيبين بان المقاطعه ما فيهاش تنظيم محكم وما كاينش رؤيه استراتيجيه. هذه نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للاجابه على الباعه المتجولين والاسواق العشوائيه، هذا مدخل اساسي باش ترقى المدينه، والبدلات الصفراء خص يجب التعميق ديال لي باركينغ بشكل ايجابي باش نخرجوا من هذه الوضعيه اللي فيها الفوضى وما كتعكسش مدينه راقيه. اذا هذه مسؤوليه ديال الجميع، وهذا دورنا كمعارضه كنبوا لهذه المساله، واذا تسنطوني لا يمكننا نعطيهم اقتراحات اللي يقدر يكون سوق نموذجي بمواصفات دوليه يقدر يشمل جميع الباعه الحرفيين والتجار والباعه المتجولين.